السلام عليكم، انا طالبه ليان نورولي من ثانويه الموهوبات بجده، بس بالمركز الخامس ولله الحمد، وان شاء الله يا رب اني اشرف الوطن في المحافل الوطنيه والانترناشونال كمان، يعني ان شاء الله نتاهل ونروح ايسب ويا رب نشرف الوطن هناك ونرفع راسه ونرفع علمنا فوق يا رب. لماما ولبابا ولدكتوري ولكل الناس اللي ساعدوني، لموهبه لمدرستي، لكل الناس اللي دعموني في هذه الرحله يا رب. الله يسعدكم كلكم.